أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار الطقس البارد نسبيا خلال ساعات الليل بسبب كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد، يتوقع أن تستمر تأثيراتها على المملكة خلال الأيام القادمة، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في العديد من المناطق. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت في شمال المملكة، هي عبارة عن غيوم بدون فعالية. نذهب الآن وإياكم لقراءة توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث لاحظ استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد في المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية وأيضا أجزاء المنطقة الشمالية، فيما تبقى المنطقة الشمالية الغربية والسواحل شمال البحر الأحمر تحت تأثير كتلة هوائية حارة نوعا ما، وبالتالي درجات الحرارة في هذه المناطق ستكون أعلى من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام. لكن لاحظوا معي درجات الحرارة ليلا ستعرف انخفاضات ملموسة ومحسوسة خاصة في المناطق الداخلية، منطقة حائل، القصيم، الرياض، المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الربع الخالي ومرتفعات الجنوبية الغربية، حيث يسير سوء الطقس بارد نسبيا في تلك المناطق يستدعي لبس ملابس أكثر دفئا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسوء الطقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة ستستقر حول 32 درجة مئوية مع طقس صافي طيلة الثلاث أيام القادمة، أما الصغرى تكون بين 19 و 20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.